لا فيديو راه دارت اكسبري، هو سجلها اكسبري ملصق كلمه بوهيميان وما عندوش مشكل يبات في الزنقه. المؤلف كيمشي كياكل ويشرب عند الناس فابور، باش كيسجل الناس كاملين. واحد النهار اجي ما تدبرش لنا فشي وسام، شفني انا معلق معلقاه. عيدكم مبارك سعيد، مبارك مسعود، مبروك عيدكم. جي في لا فيديو دو شفيقه، تي هذيك لا فيديو راه دارت اكسبري، هو سجلها اكسبري باش نهار طرشق ليه ويحطها اترافير كيلكان دوطخ يبان هو الضحيه. واش نتوما ما فايقينش؟ واش نتوما باقي العام اللي يجي يضحك عليكم بنادم بداك المنظر؟ راه داكشي كامل اللي تقال ما عنده حتى شي علاقه بالواقع. دايوغ لاحظتوا انه ما كانش كيخليني ندوي، ولاحظتوا انني ما فاهمه والو. دونك الله يعطيكم السر، واحد خصو يحل. ولكن هذا هو انستغرام ديالكم اللي جا كذب عليكم. داكشي علاش روتيني اليومي والصفحات ولي زوطخ يوتيوبر يجيو يضحكوا عليكم باش ما كان غادي لا قال لا قالتها. واحد يحل شويه عقله ويشوف يشوف علاش الهضره كيتبقى ما كيخلينيش نبلاصي امو. علاش انا باقي لا فايقه من العسل ما فاهمه والو؟ غير لو كان غير تخدموا شويه العقل vous allez comprendre que tout ça a été une technique travaillée bien avant pour me faire passer pour la méchante. صافي حيت ساهل ساهل الواحد يدير دور الضحيه ساهل. صافي هذيك الخطط انا كنت كنوريو لكم شحال عندنا دابا تبقى حافظ الخطط ديالو من زمان. شوفوا لي شيف ديتا ولي مينيستر والملوك ديال العالم تقول كيجي شي واحد حقير ما عنده حتى شي مكانه وكيدير هادي كيديروها بهم. دونك زعما انا غيبقى فيا الحال في الاخر ما تخورتش شي تخويره، حيت طونكو دابا واقف على رجلاتي وكناكل ونشرب وصافي توقط، ولا كيبان لي الموضوع حقير جدا والموضوع من نار في الموضوع ديال هذا. انا ما صدقتش اللي بان لي في الزنقه ندور معاه. نورمالمون اللي بان لي نخلص عليه غدا ولا فهمتي اللي تقولي خد شري ساندويش ولا شي حاجه نورمالمون. حيت الدقه كتجي صافي الواحد كينوض كيتوال صافي ديبريمينا بكينا فقنا من النعاس بغينا نثيقوا واحد يعيشوا وكيتقواو بانهم كيبقاو في الناس. تخيلوا ان بنادم كونت في بيتي هذاك هو الراحه ديالو انك كيدير خطه باش يبقاو في الناس. سي اوريبل. كاين اللي كيبقى يدير الخطط باش يبقى ضحيه والناس يقولوا عليه مسكين، وكاين الناس اللي واخا يتسموا قباح وما كيسواوش وما عرفتش باغيين يديروا كينوضوا كيتقعدوا الحياه كلها اوبورتونيتي. فو زافي دو سورت دو بيرسون، كاين اللي كيدير هكا وكيبقى كيحفر في السداري ونهار وما طال وكيبكي على ايامو، وكاين اللي كينوض كيتقعد لان الحياه ما كتبغيش لازم كيبقى يبكي على ايامو. فو زافي دو شوا. شتي دابا هاد الناس هاد النوع اللي كيعيشوا على ظهر الاخرين وكيبقاو كيخمو كيفاش يدوزوا عند سيغتين بيرسون ما كيخموش كيبانو ضحيات، كون ياخذوا هذاك المجهود اللي كيخمو بلي كيخمو ليه باش يبقاو يلعبين دور الضحيه، كون خداو داك ليفور وداروه بور بروفيتي دو لا في كون ما عرفتش فين وصلوا. ولكن المشكل هو هاد الناس هذاك شويه ديال الجهد اللي عندهم كيفضلوا انهم يوظفوه ويخمو ويلقاو الطرق باش يبانو ضحيات، بروند هذيك شويه ديال الانرجي اللي عندهم باش يلقاو الخطط باش يبانو ضحيه ويبقاو في الناس ويبقاو يتعاونوا معاهم ويسكنوهم ويوكلوهم ويشربوهم. او ليو دو هذاك شويه ديال الانرجي توظف بواحد الطريقه مزيانه لواحد لا بون فوا، نعاودو نهضرو على لا بون فوا، حسن النيه وقلت النيه ما كيتلاقاوش. دونك اي بريفير هذيك قلت النيه وشويه التحرميات ويبقاو عايشين هكاك بوهيميا. دابا لونكيت اللي درت من بعد ملي رجعت عند الناس اللي درت عندهم لونكيت قلت لهم علاش ما قلتوش هي الحقيقه، قالوا لي ما بغيناش نقولوا لك ما بغيناش نحرموا عليه اخر فرصه زوينه في حياته. حيت رجعت عند بنادم اللي درت عنده لونكيت قلت لهم شي هادشي لا بصح، ولكن خفنا نقولوا لك لا فيغيتي وتقلبي عليه وحنا بغينا ليه الخير وبغينا زعما حياته تتغير وانت كنتي غادي تساعدو ان حياته تتغير. ها علاش بنادم كذب عليا؟ ما كنهضرش على بنادم ولا جوج اللي كانوا دايرين بيه، قال لك ما بغاوش يحرموا عليه اون اوبورتونيتي دون سا في انه صافي يوقف على رجليه ويدير دارو ويكون ستابل على ديك العيشه ديال لو بويميان اللي كانت عنده. بويميان ما غتفهموش غيفهموها الناس قلال. لا وبنادم عارف بيان سور صافي تري تري بيان، حيت داكشي كامل اللي حيحت به انا لاكس هي قالت لا ميم شوز ديال هادي 10 سنين، حيت ما بيني انا وما بين لكس راه كاين 10 سنين ما كاين حتى شي واحد اخرى.
وانا قلت بصراحه بنادم راه كنحترم، كنقول بودير كو كان ان كومبلكس، قال لك حقا باسكو وقع له ان بروبليم افيك اون في، ومن تماك هو تعقد وزيد وزيد، داكشي كله خوز عبيلات. شوفوا كون بويميا لايك، كون بويميا مسلم، كون بويميا بحالو كيبين للناس انه كيصلي وبنادم شبع تاع حراميات وقوالب. داكور بروفيت دي زالوكاسيون دو شوماج دوبي بلوس دو 10 ans. وي قال لي بفمو ما عندناش مشكل في اي حاجه في بنادم اللي بغى يكون بويميان، اللي بغى يكون بويميان، اللي بغى يكون غير شمكارو وملصق كلمه بويميان وما عندوش مشكل يبات في الزنقه وما عندوش مشكل يبقى بالجوع 3 ايام وسيمانه وما يخدمش. من النوع اللي بقى بالجوع حتى سخف طاح في الزنقه، هادشي دابا انا الخبرات اللي وصلوني من بعد، ومن بعد جبت تشارج بان هادشي فغي، بنادم ما ينوضش يخدم حيت موالف كيمشي كياكل ويشرب عند الناس فابور. واو راه ما عندناش مشكل في هذا الشيء، اللي بغى يبقى يتشمكر راه هكا لي هومليس موجودين غير هما، ما بطوكو ما ضرنيش ني با بروبليم. اون اون تران دو بارلي على ان الانسان يضرك، النيه وقلت النيه سي تو، هادشي علاش كنهضر. شفيق دي مو شفيق، كونت اسكو بوغا فيغ ان لايف انا وياك وتعرفوا لا فيغيتي، كاينين بوكو دو فيغيتي لي شفيق بوفو دير. هادي 10 سنين وبنادم دواصه خانزين 10 ans grand profiteur. هاد السيد هذا il a profité de lui d'une manière dégueulasse d'une manière dégueulasse. دخلوا شوفوا شفيق بنادم فين واصل ها، وشوفوا بنادم الكذوب. فراسكم كاتب واحد لاختيك ما عرفتش شكون عطاه الفلوس قال لهم كوم كوا لو روا ام سي اس تفرج فيه وشافو و جي في سا، شي واحد كتب هاد لاختيك عليه اي سي با فري. ما كايناش هاد الهضره، ما كاين عم ما كايناش هاد الهضره. تبعوا لا فيرسيون ديال شفيق داكوغ، حيت بنادم واصل كيخدم بالكتاف وبالركابي، وبين بنادم غير كيطلعها بدي زارتيكل كي باي ولا بدي زارتيكل كي كو جو سي با كيفاش كيدبر عليهم. وتشوفوا لا فيغيتي كي داير، كاينين انورمون دو فيغيتي، غتصدمو غتصدمو. ونعاود نقول لكم الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير، كاينه واحد الحاجه وحده ديجا، ان بنادم مريض في مخو باش كيسجل الناس كاملين دوبي توجور، هادي بوحدها ما فيهاش السماح اوطون كي تخوما. صافي انا غير قولوا لي نعاودو نرجعو، واللي وصل لداكشي اللي كيقول ليه هو علاش اوجوردي ما داير والو؟ علاش فراسكم لي زانترفيو كاملين نفس السينتا كتعاود، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من بعد داكشي كامل اللي قال درت ودرت ودرت ودرت، فين هما اللي دار واللي خدم واللي وصل دوك الناس اللي معروفين عالميا وواصلين عالميا كيكونوا بقاو غاديين فواحد التيار اللي غادي فيغ الفوق، ماشي بنادم مردوخ الارض وكيتسنى اللي يوكلو يشربو. غير بوزيفو لي بون كيستيون، مني بنادم واصل داك المواصل انا فهمت، قلت الزهار وبنادم بقى دايخ وبنادم ما كانش فاهم وبنادم وبنادم وبنادم. لا كاينه اون بارتي دو فيريتي، ولكن سي با لو كوريغراف. نو سي نيتي با لو كوريغراف، وكل كان كوريغراف خدم مع هاد الناس واش ما كانش غادي يكونوا كيتخاطفوا عليه وغادي واصل بعيد؟ يلا غير جاوبوني كومون اون بو اريفي ا لا اي اتر سكون اي اوجوردي. عنده ان سول دون هو بويميان، صافي لو دون ديالي كذب على الناس، راه واخا راه عنده ماناجير. يلا اش بان لكم؟ يلا راه حتى اللغه ما كايناش، راه الا وريتكم داكشي اللي كاتب كيفاش كاتب هذاك الورقه اللي وصلتني من المحكمه تبعوها ضحك. بنتي اللي عندها ديزون كتهضر حسن منه بالانكلي، كتكتب حسن منه بالانكلي. بنادم من 2005 هو كيجي هنايا، تخيلوا من 2005 وبنادم كيجي لهنا كاين والو غيان. راه غير الا عندكم غير هاد جوج معطيات ديال بنادم فيه الديفو ديال التسجيل وكيسجل بنادم دوبي توجور، فيه بنادم انه كيوجد وكيدير الخطط افون، قال لك لا ربما شي نهار انا عايشه مع بنادم كيوجد لك، زيدوا على ان بنادم من هاد 2005 هو حاط رجلي في هاد بلاد السعيده وما دار بها والو غيان غيان، راه بركه يكفي. والكذوب الكذوب 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 صافي، كيكذب وكيتسيق. راه جي دي بروف، راه والله تتبكيو. شوفوا جي دي بروف، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. وصاحبو كيقول ليه كيقول ليه كتشد شي حقيقه وكتزيد فيه بزاف، ما بغاش يقول ليه انت كذاب، قال ليه كتاخذ الحقيقه وكتزيد فيه بزاف، بقى ساكت ودازل دازل داز تاني انا مسكين وانا مسكين وانا ما عنديش الزهر وانا وانا وانا.
هو ده زعما ماما سي غراز اتو كي على فين كنتو كتعرفوه نتوما قبل مني؟ نقولوا ولكن كيسعى كيسعى اللي كيتلاقى به كي اللي كيتلاقى به من الناس اللي معروفين كيقول ليه عافاك طاق مو كلشي اللي كيتلاقى به كيقول ليه عافاك جو دي فولوورز كيبكي كيبكي على لي فولوورز كيتراعد اللي كيسلم عليه كيقول ليه طاق مو ستوبلي في مو ان طاق ستوبلي في مو تو بي بارتاجي ما باج فين كنتو كتعرفوه؟ نهار تلاقيت به كانوا عنده 8000 ابوني وهي مصوره نهار وصل ل 10000 قلت ليه واخا جو في تيدي هاتي مني كنا باقيين غير امي قلت ليه جو في تيدي تو في دي فولوور جو في تيدي عندي لو سكرين ديال الميساج بيني وبينه ملي وصل ل 10000 درت ليه قلتها لك لا يقدر يطيح شي وحده حمار يطيح في شي وحده من هذو مسكين بقيتيش فيا كان كيقول لي كان كيقول لي على الكونترول دو شوماج ما عرفتش كان كيقول لي فيما كنت كنقول ليه شي حاجه كيقول لي لا جو بو با فيغ سا باسكو جو ني با ديكلاري جو ني سو مهم شي حاجه ما كانش يقدر يديرها حيت الا دارها اي فا ايتر غري بالنسبه للشوماج اللي كيوصلو انا نهار تلاقيت به كان كيسعى على لي فولوورز وعلى لي تاغ داكشي علاش كنت درت معاه دي فوتو ملي تلاقينا في اغافاي كنت درت معاه دي فوتو جولي لي دي بور شويه ديال لي فولوورز قسما بالله العلي العظيم ورا الناس اللي كيعرفوه لو بو دو جون اللي كيعرفوه كي سون في لي ريزو سوسيو فيما كان كيتلاقى بهم كيبقى يسعى على لي فولوورز والله العظيم المهم شي حاجه كيخلصوها عليهم بلجيكا كياخذ فيها 1200 يورو شنو هي جو سي با سي شوماج ياك ديري هكا ولا سي شوماج صافي ناقلة ماني بزاف ساعات داك اللي كيسحب لك نيه بزاف ويلي على دي فرحان بعد راه ملي كان بعض المرات كان كيخرج ليا التليفون دي فوتو قدام كنقول ليه سبا باين كان كيمثل باين انا عندي شي تصاور دابا ملي كنشوف خرجت من الفيلم وكنشوف من الخارج كنقول هو اللي كيتبوز كيدير واحد الشوفه ديال الحب ورا ما كاين والو اكيد لا هكا كاين والو رجع للمغرب الا كنتي مرا خويا انا ماشي مرا انا لا لا انا كوين انا شنقول لك انا اللي قدرت على الشجاعه ديالي وعلى مون كاركتير نقدر ندير لك ولكن انت غير حماره كي مرة رجع للمغرب المغرب راه شنو مانعو يشدو عليا شي حد راه داري اتاتي بنياتي لا فام دو ميناجي اللي باقا تخلص شهريا ولكن لا قادو شغلنا والو بنادم كان عوال كان قال لي واحد النهار اجي ما تدبرش لنا في شي وسام شفني انا معلق معلقاه قلت لي ما فهمتش قال لي لا زعما تو كوني دي جون موا شو دونسور وهادي مي كاينين دراري في المغرب كيطيرو 100000 مره عليه ومن بعد مشى قال لخالد قال ليه ما بلا ما والوش حتى ما دبرت ليا على حتى شي غونط وحق الله اه قال ليه زعما بحال تقولبس الا زعما ما دبرتش على اون غونط ولا على شي بحال قلتو كريمه هو فكرها بحال هكا وحق الله العظيم ديك لا فيديو اللي خرجت هو كيمثل و الا لاحظتو ما كانش كيخليني نهضر و اونكور اون فوا انا في بيت نعاس يلاه فايقه من النعاس ما غاديش تجي المغرب حيت عندكم محاكم في امريكا انتما سحب لكم دايره كريم ما شي حاجه كريمينال مشكل هنايا مشكل مضحك بونس داكشي اش كيمشي كيرجع لدارو ما ديك داكشي اش كيمشي كيبوينتي صحابو كيفرشوا فيه شوفوا كلشي مساله وقت وشافني ما دبرتش عليه دابا اولا لقى بأنني ما دبرتش عليه ثانيا لقى بان كان قال لي انا باغي ندخل شي زيوت كان باغي يدير الزيوت ديال المغرب كان باغي يجيبهم من الامريكان وعندو شي قراعي في الدار كيطراقصو في حمامو وداكشي ومن بعد بقيت كان قال لي المهم ديما كنهضرو في الموضوع وانا قلت ليه شوف راه شكون هادي هنايا دي جون اللي في البيزنس طاح من هذا البيزنس قلت ليه سوني با ان بيزنس مان انا براسي ما نديرهاش حيت سوني با مون ميتي سوني با مون بيزنس هادشي خليه لمالي هو يضرب الطم على هذا الموضوع بقاني ما غنعاونوش دوز لي واحد السيده كيعرفها في لوفيس دو توريزم ولا ما عرفتش بصح ماشي بصح بقاو كيزعتو عليا باغي يدير الزرابي ما تشديتش ليه في الموضوع حيت باين ليا ماشي بيزنس مان وباين ليا ما غيعرفش داك الشيء زيدوا عليها مني دازت واحد بعض الشهور وبنادم قلت لي انا ما بقيتش غادي نحط اوطون دارجون حيت ما مسلكنيش هادشي ما يمكنش على اين المهم بغيت نعرف شنو اللي خلاك توافقي عليه داك الفيلم الهندي اللي قرا عليه داك الزبر اللي قرا عليه كيسحاب لك فيكتيم باش فهمت والله il voulait faire beaucoup de choses. مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.